سمحت ممكن توطي الصوت؟ الممثل لما بقرأ السيناريو بدي أشوف حالي في السيناريو المكتوب في القصة، إنه شو بقدر أساوي، هل هذا بحكي معي بحكي معه، هل بجدد لي إشي القصة نفسها إذا كانت مكتوبة بشكل واضح بشكل درامي محبوك. هاي التفاصيل اللي أول إشي بتعطيني الأوكي ضوء الأخضر إنه هل هذا الفيلم بناسبني أو لا. قلت لك ألف مرة زلمة غريب بصرفش على ابني، فاهمة؟ كل البروسيس تبع الفيلم بالنتيجة تبعته إنه هل المضمون تبعه من ناحية الرواية، من ناحية الحبكة الدرامية، من ناحية الإخراج، من ناحية اللغة السينمائية اللي موجودة فيه، كل هاي التفاصيل والإلمنتس اللي بتعمل لك بالنهاية فيلم أنت بتقدر تتطرق له أو تشوفه في عدة أبعاده. من هذا المنظور أنا بطلع عليه لجنة تحكم. بس هاي مسؤولية تنتبهوا عليه، هذا بسوى ألف أسير. لا هو بسوى ألف منا. إحنا كممثلين دائما بندور على التنوع، ما منحب يكون في لون واحد اللي نصبغ فيه وكل حياتنا نسوي فيه. بحكم عملنا إحنا يعني كممثلين ما منحب الروتين، كل يوم أنا بدور على شيء جديد. فبحكم العمل تبعي التنوع بين العمل العربي أو العمل الغربي، هذا بعطيني كمان زيادة لوسع أفاقي ووسع مكانتي كممثل إني أشوف أبعد بكتير. مش رح خليني أقص شجراتي سلمان، إذا منروح محكمة العدل العليا. السينما الفلسطينية اليوم إن كانت روائية أو دوكومنتري، العنصر الأساسي فيها هي المخرج، لأنه هو اللي بيعمل كل شيء. بس من ناحية تانية يعني إذا بدنا نيجي للأفلام الروائية مثلا، اليوم هاني أبو أسعد أنتج فيلم عمر إنتاج فلسطيني بحت، فبالنسبة إلي هاي كانت بداية منيحة لتأسيس نواة في فلسطين، إنه يكون في صناع سينما أو منتجين اللي يكون في صناعة سينما. الموهبة موجودة بكثرة في فلسطين، بس المادة مش موجودة، والسينما للأسف في تكلفة كتير غالية. فكر إنه اليوم السينما الفلسطينية هي صارت شوي صغيرة، انفتحت للعالم، لأنه من وقت بارادايس ناو وكرونيكل أوف ديسابيرنس تبع علي سليمان ويد إلهية، إنه السينما الفلسطينية هي تخطت مرحلة تبعت بكاء على الوضع أو القضية، إنما صارت سينما فلسطينية اللي تحكي وتخاطب الآخر بلغته حتى أعلى شوي زيلي.